الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع طرق تقدير معلمات المعادلات الآنية، Estimation Methods of Simultaneous Equations. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي حيثما كنتم، لكن أنوه ببداية بأنني سأقدم أسماء الطرق وأركز فقط من خلال الأمثلة والاشتقاقات على طريقة واحدة، وهي طريقة الانحدار على مرحلتين، Two Stage Least Square، التي سأبينها إن شاء الله قريبا يعني بعد عدة شرائح، وعلى بركة الله نبدأ. يعني قدمنا في المقطعين السابقين المتعلقين بالمعادلات الآنية بعض المصطلحات والمفاهيم الضرورية. أرجو الرجوع إلى المقطعين السابقين حتى تستوعبوا ما المقصود بالمتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية أو المحددة مسبقا، والمنظومة الآنية والمعادلات الهيكلية والصيغة المختصة وما شابه. وقدمنا في مقطع اللي هو الثاني اعتقادي، نعم، مشكلة التشخيص أو ما يسمى Identification Problem، وهي أساسية للتعرف على المعادلات القابلة معلماتها للتقدير. ونقدم في هذا المقطع طرق تقدير معلمات المعادلات الآنية بعد التحقق من تشخيصها، يعني بعدما نتحقق بأن المعادلة مشخصة أو Identified أو Over Identified أو Under Identified، مع التركيز على أهمها وأكثرها شيوعا واستعمالا. هناك عدة طرق طورها القياسيون في سبيل الحصول على تقديرات دقيقة وتوظيفها في التنبؤ الاقتصادي. أذكر هنا أهم ست منها. الأولى المربعات الصورة المباشرة directly square، أو اللي هي ordinarily square، التي قدمنا عنها في عشرات المقاطع السابقة طريقة مباشرة. الثانية المربعات الصورة غير المباشرة اللي هي indirectly square، سأبين إن شاء الله بعد قليل أو في مقاطع لاحقة سأبينها من خلال المثال، لكن سأشرح شيئا بسيطا عنها بعد قليل. المربعات الصغرى على مرحلتين سأقدمها في هذا المقطع من خلال مثال واضح بإذن الله. المربعات الصغرى على ثلاث مراحل سأبينها في مقاطع لاحقة لأنها تحتاج إلى شرح أطول. والانحدار بواسطة المتغير الأداء الفعال ما يسمى Instrumental Variable Method، كذلك سأبينها في مقطع لاحق لأنها طويلة. وآخر واحدة طريقة أقل نسبة تباين اللي هي Least Variance Ratio Method LVR، سأبينها في مقطع لاحق، لكن الآن سأركز على هذه الطريقة من خلال مثال واضح بإذن الله وعلى بركة الله نبدأ. الآن المربعات الصورة المباشرة Directly Square، يقوم الباحث بواسطة هذه الطريقة بتطبيق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، مربعات صغرى اعتيادية ميم صادعين أو OLS اللي هي Ordinary Least Square، يعني يقوم في تقدير استخدامها في تقدير معلمات المعادلات الهيكلية اللي هي المعادلات التي تنضوي في تحت لواء منظومة معادلات Structural Equation. لا تحتاج هذه الطريقة إلى معرفة كاملة بالمنظومة الهيكلية، لا نحتاج إلى تشخيص أو تعريفة. المهم يعني نظن بأن ليس هناك أي مشكلة في المنظومة الآنية وليس هناك مشكلة في التشخيص، فيقوم الآن بتطبيق المربعات الصغرى الاعتيادية على كل معادلة على حدة. في هذه المنظومة يعني يتعامل الباحث أو نتعامل نحو كباحثين مع المتغيرات الداخلية endogenous variables باعتبارها دوال أو functions of هذه الدوال في المتغيرات المحددة مسبقا اللي هي predetermined أو exogenous variables، ثم تطبق طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية من غير قيود من غير أي مشاكل. إذا الآن هنا الانداجنس فاريبلز اللي هي المتغيرات الداخليه تعتبر داله في المتغيرات الخارجيه اللي هي ذا اكزوجنس فاريبل. الطريقه الثانيه المربعات الصوره غير المباشره indirectly squared، تستخدم هذه الطريقه عندما يريد الباحث تقدير معلمات معادلات المنظومه الانيه اللي هي المعادله اللي بنسميها احنا المعادلات الهيكليه، بواسطة تقدير معلمات الصيغة المختصرة التي أسميناها The Reduced Form. لهذه الطريقة طبعا حسنات ومساوئ. من حسناتها أنها تأخذ بعين الاعتبار التغيرات في المعادلات الهيكلية، ومن مساوئها أنها لا تنتج الأخطاء المعيارية للمعلومات الهيكلية وتنتج تقديرات متعددة عندما تكون المعادلة الهيكلية أكثر من معرفة، أكثر مشخصة أو Over Identified. بينا في المقطع السابق
طريقة التقدير هذه اللي هي الـ reduced form أو الصيغة المختصرة، لكن لم نبينها بمثال، فإن شاء الله في مقطع لاحق سأبينها بمثال واضح بإذن الله تعالى. الآن المربعات الصغرى على مرحلتين، وهو الآن هنا يعني مركز الاهتمام two stage least squares two SLS. تستخدم هذه الطريقة في تقدير معلمات المعادلة الهيكلية، كل معادلة واحدة إذا كانت المعادلة معرفة بالضبط أو مشخصة exactly identified، أو أكثر من معرفة أكثر من مشخصة أو over identified. إذا كانت المعادلة معرفة بالضبط فإن نتيجة تقدير المربعات الصغرى على مرحلتين تكون مشابهة لتقدير المربعات الصغرى غير المباشر indirectly squared. المرحلة الأولى في التقدير يقوم الباحث بإجراء انحدار لكل متغير داخلي على كافة المتغيرات المحددة مسبقا اللي هي predetermined variable أو exhaustive variable بواسطة الصيغة المختصرة. المرحلة الثانية تستخدم نتائج التقدير هنا من المرحلة الأولى في الحصول على قيم مقدرة للمتغيرات الداخلية وليس القيم الفعلية في تقدير المعادلات الهيكلية للنموذج أو المنظومة الأصلية، ما يعني بأن الباحث يستخدم y hat على سبيل المثال بدلا من قيم y الفعلية، ثم يطبق المربعات الصغرى الاعتيادية على المعادلة المحولة أو الناتجة، وسبب ذلك هو أن y hat تكون غير مرتبطة بالخطأ العشوائي بأي، طبعا هذه المقدرة لا تكون مرتبطة بالخطأ العشوائي بأي من المعادلات فالمعادلة الهيكلية أو غيرها، فتكون النتيجة متسقة يعني consistent، تكون النتائج دقيقة ويستطيع الباحث الحصول على الأخطاء المعيارية من نتائجها. سأبين ذلك بمثال إن شاء الله. أنا الآن سأقدم بإذن الله تعالى طريقة مربع صورة على ثلاث مراحل إن شاء الله the three stage least squares في مقطع مخصص لها، أما في هذا المقطع سأوضح طريقة المربع الصغرى على مرحلتين بواسطة مثال كما يلي. الآن هذا هو المثال، تقدير المعلومات بواسطة انحدار على مرحلتين، لنفترض توافر البيانات المبينة في الجدول عن الطلب والعرض، إذن نتحدث عن منظومة الطلب والعرض لسرعة القمح وأسعارها ودخل المستهلك ورأس المال المستخدم في الإنتاج للقمح طبعا لعشرين عاما وعامل الزمن طبعا هنا الآن هذه السنوات من السنة الأولى إلى السنة العشرين، هذه الكميات الآن المطلوبة والمعروضة هي كميات توازنية وهكذا، يعني ابتدأنا من 59.14 ثم انتهينا ب 63.2، وهذه الأسعار التي كانت سائدة الآن، وحدات القياس لا تهمنا، المهم يهمنا المبدأ والكميات الآن. هذه الآن الأسعار لاحظوا لي بدينا ب 60.6 وانتهينا ب 66.65، وهذا الآن دخل المستهلك سواء بأي يعني وحدات قياس ممكنة، 53.6 بدأناها وانتهينا ب 73.45، وهذه يعني قيمة أو ساعات عمل أو كمية رأس المال المستخدمة في إنتاج القمح اللي طبعا بيأثر على الطلب والعرض، ابتدينا ب 58.9 انتهينا ب 56.4. نحتاج إلى تقدير معلمات المعادلات الهيكلية في المنظومة الآتية، طبعا أهملت الخطأ اللي هي عبارة الخطأ العشوائي اللي هو ستوكاستيك ايرور او راندوم ايرور، فوضعتها من غير يعني عبارة الخطأ الايرور هنا. هذه الآن دالة الطلب Q sub dt تساوي الفا نوت زائد الفا واحد في سعر القمح التوازني زائد الفا طبعا كل سنة بسنتها زائد الآن الفا تو في دخل المستهلك لكل سنة، يعني هنا لاحظوا لي تي عامل الزمن تي تي وهكذا، وهي الآن دالة العرض كيو سب اس تي تساوي بيتا نان زائد بيتا 1 في السعر زائد بيتا 2 في كمية رأس المال أو ساعة رأس المال أو قيمته زائد بيتا 3 في عامل الزمن. ترمز الآن كيو سب دي تي للطلب على القمح وكيو سب اس تي لعرض القمح وبي دبليو تي للسعر وواي سب تي لدخل المستهلك وكي سب تي لرأس المال العامل في إنتاج سلعة القمح خلال فترة تي على التوالي وتي لعامل الزمن. إذا الآن أرجو النظر قليلا على البيانات ومحاولة استيعابها. هنا المنظومة الآنية تتكون من معادلتين، معادلة الطلب ومعادلة العرض. المتغيران الداخليان هما سعر القمح والكميات منه، والمتغيرات الخارجية دخل المستهلك كمية رأس المال والزمن عامل الزمن. وتتم عملية تشخيص التمييز تعريف اللي هي identification الآن بتحويل المعادلات الهيكلية كما هي. الآن سنحول الآن المعادلة الهيكلية إلى الصيغة هذه ثم الصيغة الجدولية،
لاحظوا الآن كي يصب دي تي، يعني نقلنا كل شيء إلى الطرف الأيسر. إذا نقلنا هذه إلى الطرف الأيمن نفس، يعني سنحصل على نفس النتيجة، لكن لاحظوا الآن نقلنا كل شيء إلى الطرف الأيسر إذ تساوي صفرا، وهنا نقلنا كل شيء يعني قبل قليل هذه المعادلتين، الآن نقلنا كل شيء هنا إلى الطرف الأيسر ونقلنا كل شيء هنا إلى الطرف الأيسر، وبالتالي أنتجنا هذه الآن الصيغ، وهذه الصيغة الجدولية هنا، عفوا هذه الصيغة الجدولية، هذه طبعا QDT QST PWT YT KT وT، وهذه المعاملات لكل واحد منها. في المعادلة الأولى لاحظوا لي أنه أخذت واحد، هنا صفر، هنا سالب ألفا 1، هنا سالب ألفا 2، وهنا صفر، وهنا صفر. في المعادلة الثانية اللي هي معادلة العرض، هنا صفر وهنا واحد، يعني سالب بيتا 1 صفر ليس فيها واي، سالب بيتا 2 فيها كي يعني فيها كي، وهنا سالب بيتا 3 في الزمن. المعادلة الأولى حسب شرط الترتيب الدرجة اللي هو order condition أكثر من مشخصة، أكثر من اللي هي over identified، ومعرفة بالتمام exactly identified حسب شرط الرتبة الرانك condition، وبالتالي لأن شرط الرتبة هو كاف للتأكد من التشخيص فالآن نأخذ به. والمعادلة الثانية حسب شرط الترتيب الدرجة أكثر من معرفة over identified لكنها معرفة بالتمام exactly identified حسب شرط الرتبة. إذن الآن مطمئنين بأننا نستطيع تقدير هذه المعادلات كل واحدة يعني على حدة بواسطة الانحدار على المرحلتين. يمكن حصول في هذه المرحلة على الصيغة المختصرة من المعادلتين الهيكليتين ووضعها بالشكل التالي. هذه الآن المعادلة الهيكلية الأولى، لأن السعر باعتباره متغير داخلي هو دال في الدخل ورأس المال والزمن، وكذلك الأمر كيو سب تي باعتبارها متغير داخلي هي دالة في المتغيرات الخارجية، لأن الآن هذه متغيرات خارجية 1 2 3، هذه 1 2 3، فإذا الآن كيو سب تي كذلك الأمر هي عبارة عن دالة في الدخل ورأس المال. الآن نقدر هذه انحدار هذه على هذه القيم هنا، وقيم هذه وهذه وهذه، ثم انحدار هذه على قيمة واي وكي وتي وهكذا. تطبق الآن طريقة المربع الصوري على كل معادلة، فكانت نتائج التقدير كما يلي. أرجو الرجوع إلى البيانات والتأكد. كانت نتيجة الآن أنه هذه بعد أن قمنا بانحدار هذا المتغير على المتغيرات هذه الثلاثة، كانت النتيجة كما يلي، اللي هي برايس ودبليو تي، لكن هات هي مقدر بسبب 53.55 زائد أو بلس 0.06 اللي فاصل 6678 فاصل 0.6678 في الدخل، سالب فاصل 49.94 في كمية رأس المال، سالب فاصل 38.15 في الزمن، وكانت قيمة معامل التحديد تقريبا 95%. هذه الأخطاء المعيارية الآن التي حسبناها من التقدير، وكلها تعني أن هذه المعادلة رائعة جدا حيث قدرتها على التنبؤ. لاحظوا لي يعني هذا كثير منخفض مقارنة مع هذا، وهذا منخفض مقارنة مع هذا، وهذا منخفض مقارنة مع هذا، منخفض جدا مقارنة مع هذا، وبالتالي الآن نحصل على تي عالي اللي هي اختبار تي يكون عالي جدا. أما الآن كمية القمح المقدرة بواسطة الصيغة المختزلة فكانت 42.5559 زائد فاصل 15.92 في الدخل، زائد 13.38 طبعا فاصل 13.38 من كمية رأس المال، زائد فاصل 3.038 بعامل الزمن، R سكوير 72% 73 تقريبا، وهو مقبول جدا. والإخطاء المعياري رائعة جدا، ما يعني الآن بأن هذه المعادلة تتميز بمقبولية عالية من ناحية إحصائية وفنية واقتصادية، لأنها منطقية من يعني حسب النظرية الاقتصادية. الآن انظروا ودققوا في هذه، سأقوم الآن باستخدام هذه الصيغة هنا، يعني أعوض عن Y وعن K وعن T بقيمها الحقيقية حتى نحصل على تقدير هنا لهذه WT. هذا بهمنيش الآن، هذا بهمني لا
يعني سأستخدم الآن في طريقة في المرأة، يعني هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية سأستخدم القيم المقدرة هنا بعد أن أعوض هنا ما كان واي وكي وتي، فبتكون طبعا من التقدير نجد بأن هذه الآن لاحظوا لي هذا هو المقدر، هذا مقدر وهذا هو الفعلي. أوكي، هاي البيانات التي قدرناها بعد أن عوضنا عن الواي وعن الكي وعن تي، عن الدخل وعن رأس المال وعن الزمن، وهذه القيم الفعلية اللي بالجدول الأصلي الذي بدأنا به. وبالتالي لاحظوا لي قوة التقدير، لاحظوا لي الآن هذا المنحنى الأزرق الخفيف والمنحنى الأحمر الخفيف متطابقة بطريقة لا تصدق، لأنه يعني هنا تكاد تكون R سكوير قريبة من 100%، قريبة جدا 100%. هذا الآن عامل الزمن وهذا تقدير PT، تقدير ده طبعا مع الفعلي، هذا المقارنة الفعلي مع المقدر. الآن سنأخذ هذه القيم ونعوضها في كل دالة، دالة الطلب على حدة ودالة العرض على حدة، وهي المرحلة الثانية. نقوم الآن باستخدام تقدير WT الهات كمتغير واسطة proxy variable في المرحلة الثانية، فتكون المعادلتين الهيكليتين اللي هي معادلة الطلب لوحدها ومعادلة العرض لوحدها بعد حساب قيم المعلومات الهيكلية من معلومات الصيغة المختلطة كما يلي. هذا الآن دالة الطلب، هذه دالة الطلب Q sub DT تساوي 56.51.93 سالب 0.2440 في هذا. لاحظوا لي هي WT المقدرة، عفوا PWT المقدرة، وهنا الزمن وهذه معادلة العرض. لاحظوا لي هون الإشارة متسقة مع النظرية الاقتصادية، النظرية الجزئية، بأنه عندما يرتفع السعر تنخفض الكميات المطلوبة، وهنا متسقة مع النظرية الجزئية في الطلب والعرض بأن عند ارتفاع الأسعار تؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة. هذه الآن معادلة العرض، هذه لاحظوا لي الآن من تقديرات، طبعا السهم هنا على W أوكي، وهنا السهم هنا على اللي عفوا السهم هنا على PWT، وهنا من تقديرات الصيغة المختصرة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبة الطلبة خاصة الدراسات العليا والباحثين، وإلى لقاء قريب جدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن قبل ذلك قوموا بحساب ما يسمى الأخطاء المعيارية لكل معلم من هذه المعلومات. هنا ثلاثة أخطاء معيارية وهنا أربعة أخطاء معيارية، والسلام عليكم.